مع بداية موسم 2023-2024 من الدوري المصري هيكون مر 75 سنة على بداية الدوري لأول مرة من موسم 1948-1949، والسنة دي هنشوف درع جديد للدوري لأول مرة غير اللي تعودنا عليه من ساعة موعينا. 75 سنة عدت، والموسم الحالي هيكون رقم 65 في تاريخ المسابقة. شوفنا فيهم 7 أبطال مختلفين، لكن كم واحد منهم رفع درع الدوري؟ ده كان سؤالنا وحاولنا ندور على إجابة. مفيش أي شيء يثبت أن درع الدوري تم تسليمه سنة 1949 مع تتويج الأهلي بأول لقب للمسابقة وقتها. في موسم 62-63 جريدة آخر خبر نشرت خبر عن تسليم 15 ميدالية للاعبي الترسانة أبطال الدوري وقتها، والنادي وزع الميداليات بحسب نسب مشاركة اللاعبين. سنة 1966 بعد تتويج الأولمبي بالدوري نشر نجيب المستكاوي في جريدة الأهرام ما يشير لعدم وجود درع دوري يقدم للبطل في ظل وجود كأس يقدم لبطل كأس مصر. نفس الأمر تكرر مع غزل المحلة بطل الدوري المصري موسم 72-73. السؤال هنا، أول درع للدوري اتسلم سنة كام؟ موسم 74-75 صمم درع الدوري من الذهب والفضة بواسطة الأخوين سمير وجورج حبيب ميخائيل، وده اللي ذكرته جريدة الجمهورية، وده أول شيء مثبت في جريدة الأهرام بتاريخ 14 يونيو 1975، بأنه تم إقامة حفل من اتحاد الكرة لتسليم الأهلي لدرع الدوري. وبالفعل الأهلي كان أول نادي تسلم درع الدوري بعد التتويج بالبطولة، ومن يومها تسلمت فرق الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب درع الدوري بعد التتويج باللقب في نهاية الموسم. الأهلي في موسم 2015-2016 تسلم درع مختلف مع نسخة الدوري الأصلية. الدرع اللي تعودنا عليه كان مصنوع من الفضة الخالصة ومحاط بإطار خشبي، وقطر الدرع متر ووزنه وصل ل 7 كيلوغرام، وهيبقى مكانه المتحف بعد موسم 22-23، لأنه بداية من الموسم المقبل هنشوف درع جديد مصمم في لندن بإنجلترا وبيوصل وزنه ل 12 كيلوغرام، وهيتم تصنيعه من الفضة الخالصة والذهب. عملية توثيق الدوري المصري مش مكتملة، عشان كده الوصول للمعلومات ربما يكون صعب، لكن الأهم إن عندنا درع جديد هيشكل بداية جديدة للكرة المصرية ودوري النيل.